تبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، منها 40 ألف فدان في المرحلة الأولى يتم الانتهاء منها خلال عامين، حيث تشتمل العاصمة الإدارية الجديدة على مجمع يضم كل الوزارات ومقرا لمجلس النواب وقرية ذكية ومقرات للسفارات الأجنبية في مصر ومقرات للجامعات والمدارس وأرضا للمعارض وحديقة مركزية كبيرة تعتبر من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط على مساحة 5000 فدان أطلق عليها النهر الأخضر. كذلك تم الانتهاء من إنشاء مطار مدني يحمل اسم مطار العاصمة، كما تضم العاصمة الجديدة حيا كاملا لرجال المال والأعمال ومقرين للبنك المركزي والبورصة ومقرات لمختلف البنوك المصرية والأجنبية. احنا دلوقتي بنوقع الطرق، بعدين بنرفعها مناسيب وبنقدمها بقى طبقات لحد ما نوصل للفيرما، بعدين بنحط طبقتين سن وبعدين اسفلت. احنا دلوقتي شغالين في الطبقات الرد، وان شاء الله الشهر الجاي هنوصل للاسفلت والفيرما. كانت جبل، كانت ارض طبيعيه، والحمد لله زي ما حضرتك شايف الطرق بانت والصرف بانه وكل حاجه بانت، يعني الحمد لله ماشيين. تضم العاصمة الإدارية الجديدة طريقا رئيسيا يعد هو الأكبر في مصر، حيث يبلغ عرض الطريق الرئيسي للمدينة 124 مترا مربعا، ويتكون الطريق من 6 حارات لحركة السيارات السريعة إضافة إلى 3 حارات للخدمات. كما تضم العاصمة الإدارية 25 حيا سكنيا تستوعب 6 ملايين نسمة، إضافة إلى 5 محطات لتوليد الكهرباء جاري إنشاؤها، حيث يصل حجم الطاقة المستهدفة في المرحلة الأولى 2200 ميجاوات. وتستمر أعمال إنشاء الطرق في العاصمة الإدارية على قدم وساق، حيث يتم حاليا تنفيذ الطرق الموجودة شرق الطريق الدائري الإقليمي التي يبلغ مساحتها 28 كيلومتر، امتدادا لطريق بن زايد الشمالي والجنوبي، حيث إن عرض الطرق يبلغ 24 مترا و90 متر، وقد تم إنجاز 37% من المستهدف حتى الآن من